يلا حيا، حي لا لا انا عينك قابل تلعب. صقورك يا بابا، جاني دعم مو انت. والله غيبك سعيد، انا مبسوطة. تحسك ترى حبيب ميديا. غطي غطي الاغاني، غطيها. أقولك انا مبسوطة. طيب غطي الاغاني. بقوفش ها؟ بقوفش مبسوطة. مبسوطة كذا، يعني تحقق لي شيء انا كنت اسعى له. وشن هو؟ هم؟ وشن هو؟ نفسي اعلمك، بس اعرف ان انت لسانك متبري منك بتعلم الناس كله. علي الطلاق ما علم مخلوق. هاي هاي علميني. قول اقسم بالله. اقول اقسم بالله ما علم حد، قسما بالله افخص عليك. بس يا بنت عمي بعثي المرسميدس لا، حيلي، هل هذا اتمناه؟ تدعكين فوق عينك، تبتلي تراب ذا الحين. حيلي هو تمتلي ترابل. أصابعك فيها يعني مروحة، ما هي نظيفة. مرة في خشمك، مرة في أذنك، مرة تدعكين هو بها تبكي عينك. من سعيد حنش تنظف 24 ساعة. ها علميني بالله وش وش شكك تاني في أصابعي؟ ها هي علميني وجه الله، وش اللي حققتيه؟ الحين انت مبروك ان انفك الحظر اخيرا. الله يبارك فيك، والله يبارك، والله لا والله لا خذ بها عقل. على والله الجاك ورب البيت، والله الذي لا يعبد بحق الا هو، اني ما سويت ولا حب. قاعد اتهرج مع سميرة، القم حتى بدون تعذير، القم 3 ايام غريبة. قسما بالله العظيم انهم اتعبوني في قلبي 3 ايام وانا في اوبر. الله المستعان. هو فابر انقطعت بنزين يعني ولا ايش؟ يعني يعوض الله خسارة. هدي الحين مراك. علميني 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 بقى، وش 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 حققتي؟ ها؟ وش حققتي؟ هي علميني في السناب. يلا هي علميني، والله ما علم حد قسما بالله. هيا يا وجه الله علميني، والله ما نرقد الليل، والله ما نرقد الليل من اللقفه. هيا علميني. طيب يلا برسل لك. يلا يا كريم، يلا يا ربي انك تسعدها، يلا يا ربي انك تديم السعاده عليها. ريفية، حي عينك، الله يجعلني في دار روحك. فينك انت؟ ما لقيتك، شكلك حذفتاني ولا انا بس حذفته؟ عليك اقول انت هني، انا حاط حبيت حاط لك دبوس. دبوس والله اني مدبسنك فوق، قسما بالله اني سعيد مدبسنك. وغلاة أمك ما يطلع البشر. علي هيا الطلاق طلاق، ما حد يدريبه قسما بالله. بعمري بعمري الله يجعلها دائمة، بعمري بعمري الله يجعلها دائمة إن شاء الله. حي عينك. والله تستاهلين يا بنت عمي، مبروك، ألف ألف مبروك مبروك والله. يا اخوان تراها قالت لي في السناب انها هاي. قومي سلمي وسط راس عمك، قومي يا شيطان يا شيطان. والله لا اعلم، والله لا اوريهم. ها اوريهم اوريهم بعدين. ما اوريهم باركتي صورتك لي، حتى بدون انا حتى انا ما شماغ. باركتي لي. اوريهم اسمعي، ما صورتك باركتي. اوريهم صورتك بدون شماغ. ريفية، الله يجعلني في داك. هيا وريهم. سارق ريفية. افتح الدبل يا عيال، يا شياطين يا شياطين. اسمع، وانت وش سويت؟ ما باركتي لي، اشتريت إضاءة جديدة. دخيل، ها لا تضحكين علي. اشوفها. قولي والله ما اضحك. والله ما اضحك. ياخذونها في الديرة إذا طفى كهرب. شوفي من هنا فيها زر، شوفي كيف. الله الله، شفت؟
ياخذونها في الديره، ولا اذا سياره بنشلت في الساحل. ناري الترند. المهم بالله وش رايك فيها؟ يهبل. الله يسعدك. هاي بالدم هي عينك يا اخوان يا عيال. انا الى متى كذي متهالك؟ حتى تكبيس ماشي. تكبيساتكم انا تكبيساتي بان 66 ما على قدكم. 6600 يا عيال دخيلكم تكبيس، وجه الله عليكم. شدوا لا بارك الله في الضعيف، خابت ام الضعيف. وش الجديد؟ كيف برنامج الثاني معك؟ كنك طفشت فيه. هذا واحد يعني يسعى وراء رزقه، يشوف يتبصر فين هو رزقه ويفلح وراه. سمعتي ولا لا؟ شايب الديمن حي عينك. كفح الضمان شايبة عرار. اسمه شايب الديمن. تعرف الديمن حقة الورقة؟ انت تلعب ورقة؟ انا لا اعرف اخفس، ادق بذيك الخفسة مثيل مسيو اليوم واغطبها في المرقة. ارقم مالي يموت على عيشة. وش احسن؟ اسكتي قسما بالله اني في جوع لي 4 ايام. هو في جوع. افلحت النادي. اسمع اليوم شفتك كنت قاعد تاكل اكل اليوم، مدري امس، انت تاكل اكل هذا صحي. شفتي والله لا طعم ولا زعم. ورب الكعبة حتى انا والله. ما في صوت، انقطع الصوت. ايش؟ بالله دقيقة، مدري من قاعد يدق علي. وات خلينا اسوي له حظر. مداعب يا مداعب، لب ابوك يا مداعب. ارحب. القمي على عينك يا الاف، القمي. الله يعزك ولا يعز عليك يا بطل يا مطلوخ. ضيفوا يا عيال ضيفوا. انا فزت والله فزت قسما بالله. افلحت للجن. الحكم الاول قطع الله روحي عن وناتي. ليتها على سكور يسوى. يا إلاف افلح جدي قبلها ما تفلح الونات. خليها تفلح وش تبين بها. جولة ثانية اقول مع نفسك. لا والله جول من جولة واحدة. هو كذاب الفاضي. وربك عبا ما تحكم علي من جولة لك انت تقطع. هاي لك نزل لك مليون. اسلمي شفتي العيشة دي اللي اكلت منها؟ حتى انا اقول ان سمتك بادي. اقسم لك بالله لا طعم ولا زعم. وكو يا كبدي. وكل تخيلي ان الكشت اللي في النادي كل يوم يقيس وزني. من هو؟ المدرب اللي في النادي. لا لا شو اسمه قبل؟ كشت كذاك يبيعون شاهي ويبيعون كشت. تعلم انجليزي انا ما اقعد لك حي دايم. اها سمعتي. المهم انه كل يوم يقيس وزني. إذا شاف وزني زاد 100 جرام ولا يكدني كد يمغط بي فالنادي لين يتفل العافية. وما أقدر أقول له شيء. والله يا معاه ذاك ما هو ظهر ذاك دولاب. ذاك دولاب ملابس. يا بقعة حرول حرول مدرب حرول. أقسم لك بالله يا علي يا 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 فيه عافية. أما أنت بسم الله عليكم أنت تموت يا فروحك. والله أني ضعيفة. والله أنك تنقسم عن 10. 1150 يا ربعي. أنت فلحت النادي؟ أنت اشتركتي في النادي حتى أنت؟ أنا ما اشتركت في النادي، أنا الدكتور يعني اللي قال لي، عرفت؟ بس أنه إن شاء الله الحين على الشيء اللي قلت لك عليه. يا سلامي أيوه في النادي. مبروك الله يبارك لك. الله يبارك لك إن شاء الله. طيب يعني هذه ان شاء الله يعني الدبل يعني الدبل الف 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 الدبل. عفوا الدبل الله يخليك. الدبل وجه الله. افتحوا الدبل وجه الله. مثل افتح الدبل واعلمك. فتحوا قبرك. كان قاعد يعني افتحوا الدبل وجه الله. تكفون يا عيال تراه مو دبل. ضل ثلاثة. خلاص انا بعلمك. بس افتح لي الدبل. فتح الدبل. ما صدقوا رب كعبة. اي والله قلبه فندق. اسمع حتى انا قاعدة اكل اكل صحي كوك لا طعم ولا زعم.
انا واحده علمتني تشتغل في الصحه، تشتغل في حق الاكل، هذا اخصائيه حقت الاكل، تقول حط فوقها شطه عادي ما يلزق. ايوه عادي، حط شطه، حط شيء حط كذا. شطه يعني شيء يغير الطعم، ايوه كشتب لا تحط يزيد الوزن. يا اخي انا ما اكل اي شيء الا بالكتشب، تخيل حتى المكرونه اكلها بالكتشب، الله يديم من النعمه. قسم بالله. وش تبغي بدل ما الله يزيد النعمه ويكرمها؟ ما والله ما تصوره، قسما بالله ما خلاص تصوره. بحاول اني اقطع. يا عيال لا تخلون مداعب لحالها دخيلكم، لا تضيعون تعب الرجال. يا عندي قبيله فوزني والله ما قصر. يفتسرون كل شيء، الله يجعلني فداكم ثريا، الله يجعلني فداك. انا بعلمكم، اللي يجي ويدعمني بعشرة اسود والله لا اعلمه. كيفك علي انت الطلاق حلفت، لا اعلم. انت حلفت بغلات امك انك ما تهرج. يا شيخ اصوم 3 ايام ماشي زحمه. هيا يا عيال، هذا عرض ولا في الاحلام. وربا مصحف ما راح يعلمك، لا تدعم. ما عليك مني، انا حلفت. خلها خمسه خمسه تم. هاي والله ما ردك. خمسة أسود انفخها للعينة علي الطلاق لا أعلمك. انفخها يا ذيبان انفخها. اللي يبغى يشوف صورة سعيد بدون شماغ طيب يرسل لي رجل أسد، شوفوا قديش الرخص، رجل أسد، بسة، حوت، فراشات. أرسل لي كلب، تعال يا شايب الديمن، حي عينك. ها نعرض صورة سعيد حنش بكلب. يلعن ام القهر. تبغون تشوفونه دقيقه. الدياريس قبل الحرب لا تجي علينا. يا الله يكبر الصور عندي. مخترع منه. يا اخي عادي خليني اوريهم، ترى ما فيها شيء، ما يزعل. لا يضربني الان صاروخ ولا ابقى على قيد الحياه. جلحفوا جلحفوا. اتمنى ان يضربني الان صاروخ ولا ابقى على قيد الحياه. أتمنى أن يضربني الآن صاروخ ولا أبقى على قيد الحياة. هاي القمي كأنك سبون كابتشينو. كرتك وانحرق القمي على عينك. اللي يبغى أعلمه وش قهرني. اللي يبغاني أعلمه وش هبت إلاف وعلي الطلاق بخمسة أسود، لا تخفيض 3 أسود أعلمه دلحي. انا اوري والله لا خرج من قلبك. والله المقطع ذكرني بحاجه. ليش 3 اسود واعلمك يا راعي الاسود يا اخي. اقول عرض ولا في الاحلام. دقيقه اشتريت لي ورق عنب. والله يديم النعمه، والله لا كان اموت جوع ما يطب فمي. انت ما تحبه؟ والله لا كان اموت جوع قسما بالله. يا اخي اشتريت ذا من محل هنا، بس ما اعرف كيف شغلهم، قلت اجرب. دي وشنو هو دي؟ اوريو؟ ورق عنب. ها بالعافيه بالعافيه. يا عيال هذه الفاصله يا اخوان، لا تخلونها دخيلكم تحكمني. لا تخلوا هذه الفاصله يا عيال، تكفون شدوا. شدوا يا عيال تكفون، 2030 يفتح الدبل. افتح الدبا يا عيال تكفون دخيلكم، تحاوشوا 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 جرا تحاوشوا. لكان كل واحد يهب ورده والله ننذر كلنا. انا 2300 الله يخليكم. ارحب يا يوزر رب ابوك. ارحب ارحب يا ابو الورود، تحرب عليك الجوله يا الاف. انا بيرفع السوق. تحرب عليك الجوله امانه، والله تحرم عليك الجوله. ومدح زهران ورجاله علينا وجب، وإذا بغى كان خذ الفا
فاصلة يا عيال، هذه الفاصلة. على ابنها عطى عطى الحب يا ابو الحيتان من الصحابي الجليل ابو هريره وابو عبس يا عبس من الطفل جيلا يا صاحب رسول الله يتبع هجيل واذا بغت امدح الرجال وجهي على بقول وجه الساطي. كيف مغبش لك والله تحرم عليك الجولة يا إلاف، والله تحرم عليك الجولة يا إلاف. القمي ليه اشي واحد الهنية ما شاء الله تبارك الله عليه الطلاق انه ملك اسمه على مسمى. شكرا الله يكرمك، الله يجعل رزقه مدد ما هو عدد، الله يكثر خيره. الله يفوز عليك انا، ها؟ يمكن افوز عليك، يمكن افوز عليك جحفلة. مش هي جايز والله، شوفي مية الف والله تجلحفينها، اعرف مستواك كان. غير الاضاءة، ايش تبغون؟ كيف اغير الاضاءة؟ خذي لك اضاءة زي حقتي، والله انها قرة قسما بالله. يا اله قسم بالله يا فنان، تعالي يا مداعب، مداعب اذا عندك قفاز نزله، تكفى يا مداعب، قفاز نزل لنا قفاز اجل حفون. ما عندي احد والله. طفي النور. خلاص انا فزت يا، انا فزت يا إلاف، انا فزت خلاص. يلا هيا الحكم الاول. ايه تغيري اسمك تكتبين ام حنش. والله ما غير. الحكم الثاني مداعب، الله يجعلني قبلك والقطارات كينج يا كينج. الله يجعل ايامك سنين، يجعل سنينك تبطي. ضيفوا الداعمين يا اخوان، ضيفوا الداعمين بالله عليكم. الحكم قبلي فاصلة، هذه الفاصلة يا بنت عمي قبلي واحدة ثانية. لا والله مش حلاوة هي، اقول قومي نفذي، قومي حق الداعمين. طيب الحكم الثاني ترسمين شنو؟ الحكم الثالث وهذا شيء بينك وبين ربك، شيء بينك وبين ربك. ايه وتصوري لي في السناب، تحذفين صورتي اللي عندك تحذفينها من الاستديو من سلة المهملات كلها، يلا وتحلفي لي بصحتك وبراس امك وابوك انك تحذفينها. اي ليه يا اخي؟ بس كذي انا حر. ايش افضل؟ ها وش تختارين؟ كلهم يقولون لا لا تحلمين. لا والله انا هذا شيء بينك وبين ربك، انا حلفتك بالله. يا ها اختاري هذا سلاح. ها خلاص ارسمي شنب القمي. طيب احط هنا فلتر شنب جوله كامله. لا لا انا ابغى بقلم، تحبين بقلم؟ والله يسعد ما يروح. والله عاد العيب خلقتك تيل ما شاء الله. شوف 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 ابو حمد، شوف 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 بوريك حاجه. كيف اقول ليه كذا؟ ايوه شوف شوف شوف، الحين اوريك، الحين اوريك كيف انا رجال كفو. سعيد وين ألقى الشنب؟ هو
لا لا ما هو بالفلتر، لا ما هو بالفلتر يا إله، فأنا ما أبغى بالفلتر. طيب دقيقة دحين بوريك بسوي لك سكسوكة وأسوي لك عوارض. لا أنا أبغى كذا بس. ألعب بيتكوين. يا الله يا رب لك الحمد لك الشكر على النعمة، على نعمة وجيهنا أقسم بالله. افتحي افتحي جولة، افتحي جولة ودوري فلتر بكيفك. دقيقة تكبيس يا عيال تكفون، دخيلكم وجه الله عليكم، كلنا ايد واحدة، كلنا اصبع واحد، لا تخلونا تراني محظور لي 4 ايام اول بث لي، لا تخلونا في خاطري، دخيلكم توانا اقفل وجه دعمك. انا معي قروش ما شاء الله تبارك الله. اشوف هذا يمه. لا يا شياطين يلا نكتبهتها سوينا لكالة يا شياطين شنظوفن يابسة تيتر. أنا أكون كهلة عمري في 70 يعني. يلا حسن الخاتمة. واي سعيد وربي لا أكون كهلة حماسية، أقسم بالله كذا أكون شباب ألبس كابات. ما عينك ما عينك ما 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 تعيش لين 70 يا شياطين. إن شاء الله إني أعيش لين 100 سنة أقعد على قلبك. أكو الخلقة قطع الله روحي عند وجه. يا عيال تراها ما نفذت 5 حصانات خلاص. دقيقة الله يقطع ابليسك. 7000 طيب يا اخي كيف اقول بطيب يا اخي بيجي الشنب يا إلاف. الحين اجيبه خلاص، بروح اجيب هذا 7500 يا مطانيخ محازم الساعة. بروح بجيكم. هفلح هفلح يلا. عليك عليك اللهم اكسر قلبك علي يا سعيد حبش. عليك الماصة ما ياكلون الا فوق الماصة زي الطبقة المخملية، وسعيد ياكل فوق الصعيد هني. يا بوي شوف العيشة كيف فوق الماصة وحركات تراني اسمعك. الله يبهتك والمسامع. والله تراني اسمع. اي لا لو حكمت عليك ترسلي لي الماصه تاعك ترسلينها. وش الماصه؟ ماصه حقت الكيل تي اللي وراك. حقتها؟ حقت الكيل تي اللي تقعدين فوقها وتاكلي. هبي لي واحده كمان يا إلف. تبغى ماصه؟ اي والله كذي ناكل زي الطبقه المخمليه يعني كذي. طبقه مخمليه؟ ها خلاص ولع ميوة. ها ترسلي لي واحدة كمان. ها رحال لبتك انت دحين مرتهب لي هدية. خلاص ابشري. وش تهب لي هدية؟ امي بتجيك وبتهب لك ان شاء الله كرامة. يا ربي امي أنا ما عيني يعني ما عينك تبدي تلمحين فيه، بتجيكم مي وتبارك لك وتعطيك المقسوم، أما 50 ولا 100 والله يبارك لك. 50 ولا 100 ألف علي الحرام إنك كفو. 50 ولا 100 ريال. إيش أنا؟ بس وش معك؟ تخابطوا جيران. اسكت اسكت. لا لا ما ما لا تتحسسين، لا تتحسسين لهم الله ما وقفك. لا تتحسسين وش عليك منهم، خليهم يتخابطون. بروح افك بينهم. لا لا ما هو شغلك، لا تتحسسين انت ما يقرا حركتي قطشيه. ايوه انها عروق انت ناشط افلح التسعه. انت موصل لا ما بني عند الطاقة. يلا يلا قوم قوم قوم.
ورب الكعبة صوت خبط. مدري هم عيال وهم وهو يخبط حرمة. لا إذا الموضوع فيه خبط ومخابط لا والله تجي على الشرطة. لا والله دقي على الشرطة. يا عيبة على الرجال. يا عيبة على الرجال كان يخبط حرمة. ما هو جاء عليها. بدل لا تتحسسين والله تيما والله ما يقرأ حركتي يا إله فهد تعودي نفسك عليها ما أقرأ والله صدق ترى. الله يلعن سعيد انا استغفر الله ها علمت قلت له ما بيفلح. هبي عطر العطر فوق شنبك وادعك خلي عطر والله العطر عشان فيها الكحول يحيلها. بعدين بنفقع برطمك تضيعه. كيف فقعه؟ برطمك مفقوعه مش فقعه تضيعه. كيف انفقع؟ ما ادري انت طحتي على وجهك ولا ما تبصرين ولا من مش فيكم انا اليوم خسرانه؟ فين داعميني؟ فين الناس؟ طفروا كله ولا وين هو ذاك اللي لخلخنا ليل الله ونهاره؟ من هو؟ الرويال ذاك ما ادري ايش اسمه الشيطان. رويال سعيد ها معك علم من الحين اكيد. شو اسمه بنات شيروا الرويال يا بنات طلع يجي ينقذني شويه يا اخي ايش ذا كيف احط ضمان يقولون الرويال ما ادري انا كني شفت اسمه في فرجت في ذمتك والله يعيني بروح بغداد اسدد عنه. يا عيال فزنا الجولة الأولى هذه آخر جولة مع البطاطس هذه المتهالكة ما عندها مستوى اليوم. إي والله اليوم ما عندي مستوى. وايا أمس أم المستويات. اللي ما ضاف إله في ضيفها واللي ما ضافني يضيفني خلونا نضيف بعض حبابة كلنا عيال عم استحوا من الله. والله اللي في جدي. تربل 1300 يا اخي والله اني قهرت انا. ها جاهزين للدوامات اللي عندي واللي عندك. وارحب يا مطاعم مطعم دخيلك ابغى لي كبسه دخيلك والله اني جائع. اقول انتبه للدايت خلي كبسه دحين اخر الليل. لا بكره جمعه بكره جمعه هو قالها كشت قال عادي كل اللي تبغي. ها قالها كشت وربك عبنا قالها قال كل اللي تبغى بكره عادي. اي ما قال لك كل الدنيا والدانيه كلها. اوه حتى الدبل انا ما قاعد ينفتح عندي. والله حتى انا ما لقيمت والله هو قالها قالت بكره جمعه بكره اليوم المفتوح كل اللي تبغي ما عادي ما يرزى كل لا كانت تقعد نهارك كله وانت فوق الصحن عادي ما يطلع الرز حتى من فذانيك. وهو قال كل يعني تاكل لك وجبه واحده مثلا برجر تاكل لك ستيك تاكل لك شيء زي كذا كبسه ما قال كل 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 الا كم ما تقوم من فوق الصحن تعال كذبه. والله عاد انا بكره انا ان شاء الله نويت بكره اروح اخذ لي كيلو لحمه 45 من الجزار وبتسواها انا وامي مرقه هنا وندق بذيك العصيده وذيك المرقه وفلفل اخضر وبصل اخضر والامور طيبه نعمه من الله. الله يخليها لك يا نبداها تخيلت الموقف هذا والله. تدري أمي ما تقدر أنا اللي يعصى تدري؟ قل والله والله ما يعصى إلا أنا تعرف أيوة كذية أسمعي تأخذين القدر أسمعي تحطين خرقة هنا ما عليك من السروال أسمعي تحطين خرقة هنا تابعك حق مين؟ حق النادي ذي يا أبت حلال أسمعي ما عليك منه تشوفين كرة عليها ما تشوفينها شفتوها كرة مزين أيوة أسمعي تحطين خرقة هنا وتحطين خرقة ثانية هم تخبطين بقدر هنا بين كراعينك هم تصوتين كذي تصوتين وتقلبين وتقلبين الى من نهار ظلك ما تتلاصق زيدي فوقها مرقه من حقه اللحمه مرقه ايوه سمعتي ولا لا؟ هم تقعدين تصوتين تصوتين لين تظلي على القائمه المطلوبه
يعني تظلي ونعم جاهزة. كيف تعرفين أنها جاهزة؟ تخبطينها كي كأنك تخبط لك في رأس سفيهن. في رأس منها؟ في رأس سفيهن. إذا سمعتي زي كذا الصوت كذي فهي قرت مرة حكمة. ها هم تأخذين القدر ما تقولين كذي كذي تقولين به تندري على طول. ما ضليت ما تلصق في قعرة ما تلصق في قعرة القدر تظلي قر. ها تجي عصيدة حكمة قسم بالله. أما نفوزوني زي كذا. خلاص أنا فزت أنا فزت فزت عليك جولتين الحين. هيا الحكم الأول. اسمع اسمع هو لابس ذاك السروال. الحكم الأول دوبي جيت من النادي. إيوه. هاي اسمع الحكم الأول تتمخطين جولة كاملة. يا أخي إيش دخل يا أخي يا أخي الله ما وصخكم أنتم. والله عاد بهواك. عذب بالله منك يعني فوق ما أنا جيع ما قاعد أكل كمان يجيب لي حكم تقرف. بهواك. الحكم الثاني خمس مناديل في ثمك. الحكم الثالث تشيلين القبوع وتسوين قرنين. يلا طيب خلينا نجيب هذا ربطات عشان هذا مشاعري. يلا شغل تانية رايحة جاي رايحة جاي يلا بدنا نلف. الرجال يغدي رجال الرجال يغدي رجال يظل يولعم حي بقلبه. هالمح كيف قلت تشطرت بها. هالواحد يفكر يعني كيف طريقتك تتبصر هنية ولا هنية. خلك ولعم ارحب باللي طبيت ارحب تراحي بالحياة. يقولون انتي فستي. لا لا كذابين ما عليك منهم كذابين كلهم دولة. ضيفوا ضيفوا بروف يا اخوان ضيفوا بروف. والله ما قد قصر معي الله يجعلني قبله. والله يقول انتي فستي. خلاص يا شيطان انتي فستي هذا الفاصل. والله والله الله لا يوفقكم يا الدبابات. الله يجعلها سد وجيهكم. بذمتك انا اللي فست؟ والله فستي بالجرحفة قسما بالله. صباح انا انت والله يا بروف ارحب يا عصب عيني. يعني ما نفذ. خلاص انت اللي فستي وهذه الفاصلة تعوذي من الشيطان وقل رقار. يا الفاغرة بغت تقوم تنفذ. ما اشترى. من اللي فوزني انا لويته؟ مدري حتى كذي قفلت الجوع عشان ما تبصرين السكور. والله اللي خبيث. انك خبيث قلتها انا من زمان لكن ما تسمعني. اسمع 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 اللي عندي ولا انت سعيد يا اخي يا اخي اليوم لارين طيب جالسه تقول لي انا قلبي انقطع. قلت ليش قلبك انقطع؟ قلبك هو بقوف ايش والله بروحي عنها نايمة في غرفتي تقول أنا ما أحس بالسعادة أبغى أحس بالسعادة ما لقيتوها هاي كيف أجيب لها السعادة؟ ودي خذي لها سكريم أبو خمسة المحي يوم تتشقق ما فرحة. عرفتي سكريم أبو خمسة؟ عندها كل شيء. ارحب يا منادي بسم بالله الله يجعلني فداكم. تكفون يا أخي يا أخي تراني سعبت وأنا أخسر وأنا نفذ. اسمعي خذي لها سكريم أبو خمسة على مسؤوليتي تتقطع من الفرحة بالله. تكفون أمانة قفلوا الدبل ولا غوار غوار تفينا غوار. يا أخي يا أخي أجيب لها والله أجيب لها كل شيء. ما أعرف إيش أسوي لها يوم أنا صغيرة. أنا أقول لكم شيء تدرونها ما تطلع من البيت ما ترضى ما ترضى قسما بالله. تدرون أطلع بس أنا وأختها هي ما ترضى تطلع. تدري انا زمان يوم كنت صغيرا ابيك اذا نجحت ابيك كان يشتري لي كوره اذا نجحت السنه الجايه ينفخها لي. العب يا غالب. يعني السنه هذه اللي نجحت فيها ما له اشتري ارحب يا منادي سياراتك.
طياراتك يا فروض الله يجعلني قبلك. تدرون تدرون والله العظيم اني اقعد بالايام ما اسمع صوتها. بروف الله يجعل رزقك مدد. ما هو ما تتكلم. تخيلوا اليوم جلست معاها، تخيلوا اسحب منها الكلام، اسحب منها الكلام، اقول طيب سولفي معايا خلاص، خلي الجوال بس على جوالها تخيلوا، ومركب السماعات طيب وما ترد اوكي، ونومها غير عن نومنا. ايوه روبلوكس هذه يا الله جننتها جننت. حتى اذا حرمتها من الجوال شفتم شغلها. طيب مراكش لا وش اسمها جراندي كاية؟ مراكش ايش؟ مراكش مراكش الاغنيه جراندي كاية حقت السفان. جراندي كاية حقت السفان. اه يا اخي يا اخي الجوال تخيلوا من جنة على روبلوكس. اتخيل اقول لها يلا نطلع يلا امشي زي اليوم. تخيل اقول لها يلا روحوا معايا، روحي معايا قوموا. تخيلي قومي. تخيل ما هي راضيه بس على روبلوكس. تبغين اكون مبسوطه. كم عمرها؟ طيب كم عمرها؟ انا اعلمها. انا كم عمرها؟ ها كم عمرها ولا ما تعلمي؟ هو داخله 8. يو باقي سفيها والله. ها انت السفيه يعني ما تحيط باقي حبابه. ايوه صغيره مره والله تعبتني قسما بالله. خلاص خذي لها سكريم ابو خمسه وعلى مسؤوليتي قسما بالله تتقطع من فرحه. يا اخي اخذت لها معاها نعمه ربي. ولا جيبي لها الحنش ذاك الباغه تعرفينه؟ ها؟ الحنش ذاك الباغه حنش باغه. كيف يعني؟ الباغه ذاك حنش باغه. كيف حنش باغه؟ الحنش ذاك الباغه ذاك المدرسه هي. ترى على فكرة تدرون بناتي من يدخلون المدرسة يعني طول السنة ما يغيبون أبدا، يحبون المدرسة لأنه ما عندهم صديقات. البنات هم منطقة مصطفى. أيوة ما عندهم صديقات، ما عندهم زي كيف يحبون المدرسة يداومون يوميا. مستحيل مستحيل يغيبون مستحيل. حتى لو إنها تعبانة تقول لا أبداوم. ليش؟ لأنهم ما يلقون بنات ويلقون يعني يلعبون معهم ويسولفون معهم إلا في المدرسة. هاي ماشي الزحام مشكلة. تعالي الحكم الأول. ما أعرف أماكن لسه، ما أعرف أماكن أحسها إنها بتنبسط فيها. الحين أعلمك من الأحكام. أنا الحين والله على بالك عقلك. الحكم الأول أنا فزت عليك جولتين الحين، هذا الفاصل وأنا فزت. الحكم الأول دالحين أنا تشتري لي ماسة حقة الأكل زي اللي وراك. أنا زيك أنا أبغاها. ايوه الحكم الثاني تغيرين اسمك تكتبين ام حنش. لا والله ما بغير اسمي مع نفسك. الحكم الثالث تكتبين في البايو ابو حنش كيان عظيم تخلينها يومين او اذا فزتي علي. كيف يعني اذا فزت عليك؟ يعني ما تشيلين لين تفوزين علي. تفوزين علي الحين بعد 100 سنه ما تشيلين الكلام لين تفوزين علي. طيب يلا القمي. ايش اكتب كيان عظيم؟ وش الكيان؟ وانت لابس دعس الجيش. ما عليك مني. وش حرك رزقك انت؟ هيا قومي وجلا نفذي. لابس هذا قميص ابو السبع مدري ايش اسمه دي، لابس تحت سروال جيشي وباقي يقول كيان عظيم. وش الكيان؟ فانا كيان؟ فين هو؟ انت محرشه يا بنت اليوم؟ والله ماشي ولا كيان. انت محرشه؟ لابسين قميص انا ولابسين شماغ ولابسين سروال جيشي تحته ويقول كيان عظيم. احسن من اللي لابسه بالوفر وسط الحر. الله لا يبلانا. عادي مكيفات كلها شغاله. حتى انا عادي مكيفات كلها شغاله. خسر ذبحني خسر. انا ذبحك خسر والله انك كذاب. هاي يعني انت اللي يصلى فوقها طميرك ما الطهاره. قومي قريبي. اي والله الحمد لله شكر كماك. ايوه ماشي زحمه. ترى خلاص انت فزت بالزياده يعني خلاص لا تقعد تزودها معاي كل شوي. خلاص اكتبي في البايو سعيد حنش كيان عظيم. عد بالله. لا ما بكتب والله. لو اكتب سعيد حنش كيان مو عظيم. ها هيك قول يا ابو جلال. ما بقوله. ايوه خليك تشوف بعينك انت. انت بتكتبين كيان عظيم. طيب ايش رايك تكتب سعيد حنش ابو سروال جيشي؟ شوف يا عيال اوريكم المحادثه حقتي. لا اوريكم في السناب. ها اوريكم. واثقه
هي اكتبي شكلك تخدعني. خلاص اكتبي هذا. يلا يلا علمهم 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 يلا يلا اطقع ما شفت. لا والله تعلمينهم انت، انا ما عيني اعلمهم. لا تحديني على الدرب اللي ما هو قرا. ها ام انت مره دروبك كلها قرا، كل دروبك دم. والله انا ما عندي لخلخه ولا في دوران، انا امشي سيدي. والله انا حياتك كلها ملخلخه وانك انت ملخلخ. اي ما لها حظليتين زي كذي، وش اسوي؟ ابغى فاصل ماري صلاح، تهب لي فاصل. انا فزت عليك جولة بعدين انت فزتي بجلحظة وهذه الفاصلة. استحي من الله سكوري بيض الوجه. طيب خلاص اوكي بنفذ وهب لي فاصل. طيب كرامة نفذي وعد بالله من الشيطان. خلاص ما بكتب كيان عظيم لاني انا ما اشوف اي عظام في الموضوع. فين القاها دي؟ مشمشوا عظامك ان شاء الله، ما عليك مني. مشمشوا عظامك انت، ما يبقون فيك عظمة. اكتبي ابو حنش كيان عظيم. اسمعني انا اليوم سعيدة، لا تقعد تخرب علي سعادتي وفرحتي. سعيد وسعيد ما جمع لا وفق. هاي قومي نفذي. الله لا يجمعنا. طيب ايش رايك اكتب سعيد الدمى؟ وانا بكتب في البايو الاف الضفعة. هاي قومي وربك لو اكتب سعيد الضفعة. الله يعني ايش بخاف منك يعني؟ استحي من الله نفذي الحكم. اسكري بيضا الاف لا والله العظيم انك والله ماشي ما ترى ما لخلخت يعني. نحترم الدعم من وجه الله. نزل لي اسدنا انا ومن زين لسه اللي نزل لك حتى انا دائما ينزل لي اسود. ما علي امك ما انا ما وش سعيد حنش كيان عظيم. نحترم الداعمين كيان عظيم. تفوزين والله لا افقع قلبك بالتنفيذ، والله لا افقع قلبك. انت دائما تفقع قلبي يعني جت على اليوم؟ لا ورب البيت ما صدقتي اني كل يوم ذي بنفذ لك. ها امح اشوف المفروض اكتب سعيد الجني. جن اللي يمتعط لسانك ان شاء الله. يمتعط لسانك انت من يفلح هاتك. اكيد اكيد يا هاي الله يعطيك العافيه انا بفلح وربك عبل تلعب. الدنيا فاضيه. انا ما ابغى العب انا خلاص انا بطلت ما ابغى العب. لا انا ابغى العب جول. جوله واحد. لا من انت اذا فزت علي ما تحكم علي. تكبيس يا عيال دخيلكم، معقوله تكبيسها اعلى منا؟ والله ما هو منطقي. ترى انت اذا فزت ما راح تحكم علي، انا اذا فزت بحكم عليك. وربك عبين فزت عليك لحكمك. جوله كذي لوجه الله خليه. لا ما في شيء لوجه الله، ابلطم جنب صفحك. والله ما ابلطم انا بجنب صفحك اقسم بايات الله. ممكن تفوزوني عليه؟ مسحتيه صح؟ مسحتيه الكلام صح؟ لا ورب الكعبه لا ورب كعب انما اشوف ايوه موجود. إيه لا موجود. ليش يطلع ويختفي ليش؟ لانه حتى جوالي ما يبغيك. لا موجود يا اخوان موجود بس يطلع ويختفي ما ادري كيف الطريقه. تراني انا قهرت فيك الليل والله عاد دواك. طيب انت ما عندك مستوى ده ما هاليوم انت شو اسوي بك انا؟ كبسوا يا دخيلكم وجه الله التكبيس. كبسوا الله جعلني قبلكم. ما عاد بقي لي شيء على 200 الف اللي ما ضافني يضيفني ويضيفوا الاف حبابه كلنا عيال عم استحوا من الله نضيف بعضنا بعض قسما بالله. انا باقي لي بشيء بسيط وادخل 1,700,000. وش سعيد؟ ها بالله كيف النادي؟ والله يا إلاف يعني اول ما بقى ياها بالله 6,000 7,000 نفك الدبل. نحن ما لقينا ورد. ما هي صعبه والله ما هي صعبه على المحازم اللي عندي. افتحوا الدبل دخيلكم يا ربعي. رحال يا رحال تحاوشوا يا عيال تحاوشوا وجه الله. يا اخي افتحوا الدبل يا اخي سووا شيء خلوني افوز عليه جوله اخيره. اصلا عادي احنا مدبلين من الله سبحانه وتعالى. عادي والله عادي مره عادي. منادي حي عين جت متأخرة يا منادي. الله يا منادي. شكسبير التقنية حي عينكم. ميثم يخلوني أفوز عليه جولة واحدة بحكم عليه. رب كعبة إني لا أتلعبك بالأحكام. ليش ما تشتري لي ماصة حقت الأكل؟ والله ما اشتري لك ولا ماس. خل اشتري لك ما باقي اللي انت تصرف عليك. يا الا بتموتين تخليني نقرش وراك. والله ما عرفت تدخلين بهذا الكلام. خليني اموت وراي بنات ياخذونه ما بيخلونه هالك. طيب حتى انا ضعيف. انت ما ابي لا مانك ضعيف. ها باقي انت اصرف عليك.
وانا احسن بتقول والله ابشر يا ولد عمي، تدقين صدرك تقول ابشر كرامه تجيك احسن. اقعد اتهدوى ولد عمي وولد خالي. الله اليتيم ما حد يحبه ولا حد يبغيه ولا هلا لكم انت كلتا الناس خلى اليتيم كلا لحمك ما بقيت ولا مخلوق يا الشنبف كل كلوا لحمك انت نيا. امي وش الهوى قالت؟ غربي الهوى غربي دخيلك. امي وش قالت على منادير؟ الهوى غربي انفخها ردها عني دخيلك. ردها عني الهوى غربي دخيلك ردها. انا دخيلكم لحد يردها. ارحب يا ابو الحيتان ارحب بالله تكفى ارحب يا الانجليزي يا بقعام في روبهم اللي عنده. شدوا يا عيال شدوا تحاوشوا وجلا تحاوشوا تحاوشوا وجلا. سعيد انت بتسافر تايلند؟ من يقوله؟ يقولون عندي ايه مخالفاتي 21 من ان الله يجعلني قبلك. حادي يفلح علي مخالفات ما يقدر. طيب عندك جواز سفر؟ عندي بس انه منتهي يعني من زمان لها 4 سنوات منتهي. الله يجعلني فدا من جا الله يجعلني فدا من قام صح النوم يا عيال صحاك الحين ليه ما نامي يا روحي خلاص بعد بكره المدرسه يا عيال يا عيال الجوع دخيلكم. تعالي تعالي متابعيني يسالون عنك من اول يا شياطين ان كان صدق يا رب دخيلك يا الله انا في وجهك كلمي متابعيني الله يجعلني قفاز يا قفاز قفاز فقفاز يا عيال تكفون شوف كلهم يكتبون قفاز يا عيال ردوها تكفون ها تراك ما نمت ما نمت الا المغرب ايش صحاك دحين انت صحيتيه ازعجتيه تتهرجين كل صوتك كنت اسمع يا رب دخيلك يا رب يا رب يا رب يا الله يا رب لك الحمد لك الشكر ما صحت عشان صوتي يعني انت صحيتي والسماعه في اذنك قولي لا اله الا الله رقم واحد خالد غاندي رحال الحربي الذيب الله يسعدكم مكبسين ومشيرين الحكم الاول ما صحتني بسياحها فدا فدا تعال وقلت لا لا انا اعلمك والله اصبري خل اعلمك اجت محافة السرير تخيل شفت رجلي بعدين شفت رجلي وطلعت حتى الفجعة الله تحكي فوقها سبحان الله ما تحكي فوقها لا انا اما بتعطي الجولات الحكم الاول ذولا بناتك؟ لا والله جداتنا تقول لك لا والله جداتها وش بك كذي سكت؟ لا هات احكامك هات ايوه ايش معك من هرجه؟ قولها ما ولا حبه هات احكامك تعوذ بالشيطان الحكم الاول اها ابغى وجهك كامل لونه اسود الثاني الحكم لا بالجوتين الحكم الجوتين ارتاحي يا ماما والله من جوتين القمي ولا برم ما عاد احد بيدعمني مالك شغل انا ما انت انا ما حكمتك الا من جوتين جوتين هيا القمي نفذي قلنا جولة تي لي بنتك اللي طفشانة دي الحين تي لي تقولين عنها طفشانة وش اسمها لاري لاري يا لارين يا بنت انت طفشانة أيوة. انت قلت اذا فزتي احذف اللي في البايو اي والله لا باقي ما فزتي باقي فزتي جوله باقي لك جوله ورب الكعبه قلت اذا فزتي هدي من روعك يا ماما هدي من روعك ارتاحي ورب الكعبه اني لحذفه هيا طيب هيا والله لا افقع قلبك يا اقسم لك بالله لا اخليك تكرهين في ذمتكم ما قاله ها طيب خلاص بكيفك نفذي تبي تمسحي امسحي خلاص ماشي زحمه عادي وهو قاله ولا ما قاله كبسوا يا دخيلكم كبسوا
تخيل كم كبس وجراك بس عادي عادي ماشي زحمة عادي. وربك عبيتي قلت لك تنفستي خلاص نترايا نترايا يا إله عادي ماشي زحمة نترايا نترايا ورب الكعب ورب الكعب إذا نفست عليك إني لحكمك والله يا شيخ لا خليك تكرهين التكتك من الأحكام أنا ورب الكعبة إني لأحكمك وإنك تنفذ هاي طيب نشوف نترايا في ذمتك يا سعيد انت وش قلت ما قلت اذا فستي انا قلت لك اذا فستي انا اقصد اذا فستي خاص تبغين تنفذين الحكم يصير انا انفذ لك لا 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 مع نفسك يا حبيبي ما حدت خلك كذاب خلاص قلت لي ان شاء الله متى ما فستي خلاص ماشي زحمه ماشي زحمه قل ماشي زحمه لا والله شي زحمه ها طيب الدبل 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 يا ناس يا عالم دبل يا عيال عادي مدبلين من الله سبحانه ماشي زحمه باقي لنا الناس ما شافوا ان سعيد حنش كيان عظيم باقي مبدأهم ما حد شافها باقي سعيد حنش انا بلطم جنب صفحك ربك ابنك ما تقدر والله العظيم من الطمان بجنب صفحك علي الطلاق لو انك عندي مدح جلدك لا بديك الجنبيه لا شطك ولا سوقك بل جنبيه لين يغطي لك عقله اقسم بايات الله انك ما تقدر والله العظيم اني لا اتلك من اذنك والله 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 يا شيخ ها ماشي زحل حياتي جبت لك عصير يا عمري الله يجعلني فداك فدا زوجي أيوه شارتها شارتها والله لأخرجها من قلبها طيب إني شلته هم طيب ماشي زحمة عادي أنت في ذمتك يا سعيد أنت ما قلت أمك إذا فستي إن شاء الله بعد سنة إذا باقي فستي ما فستي باقي ما فستي باقي ما فستي فستي جولة باقي جولة فستي جولة باقي جولة الكذاب الفاضي أنا ماني في حالي طيب خلاص أنا فست أنت ما قلت إذا فستي على أي جولتين تنفذين خلاص بهواك نصير خير لا وبعدين ما قلت لي حكم إذا فستي إذا فستي علي الحكم أنك أنت تشيلين لا يا مو على كيفك أنت إيه عندك شوفين دخيلكم على لا تخلونا في خاطري انفخوها تكفون أمانة تكفون الجولة انفخوها دخيلكم معي فين الناس فين الداعمين ليه كذا مظلم شوفي لي هنا هنا شوفي فوق قفاز 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 انا طلع رويال الله يجعلني فداك قفاز يا قفاز يا رويال ذبحني بالاحكام يا رويال يا رويال ما فس انفخوها يا انفخوها البولات هو اللي قاعد يفس فيها انقذني يا اخي بس لا تنزل لي أسود تكفى لا تعلق علي رويال موجود يعني بدري عليك تفوز حي عينك يا عايض انا لله وبين يده وش ذا الحظ معي انا اليوم ها ومن اول انت تفوز علي كبك كذا وخلوش ذا حظ ما ذي بتنفذين يا المخوره الحبي يا نهي رويال بينه وبين الاسود علاقه الله يسعدكم المكبسين حي عينك يا رويال ها الحكم الأول أوكي تحط على وجهك كل لون أسود ولا أبيض هذا أنت براحتك الحكم الثاني تسوي لي الجوكر حكمين في الوجه ما ينفع اختاري واحد طيب أوكي الحكم الثاني تحط لي 10 حبات فاين في فمك الثالث الحكم الثالث تصب معجون أسنان كذا على يدك وتغسل فيه وجهك
خلاص قلت اثنين في الوجه ما ينفع. طيب تغير اسمك تكتب فانز إلاف الزهراني. لا لا والله تخسين وتعقبي، انا رافع توثيق مقدر يعني. نفذ اي واحد اختار. لا لا ما نفذ حكم الحساب، ما انا رافع توثيق، انا ما اقدر بكره جيني التوثيق ولا انا فانز إلاف. هيا القوا. اوكي تكتب عندك في البايو إلاف الزهراني ليفل عالي لمدة اسبوع. يلا لا تقعد انت حبحبين كذا قدا، استحي من الله. حبحبت رجولك وتحبحبت معيك، قاعد احط روج. قم نفذ يلا. طيب بنفذ حكم الباي. رويال وقلوب يا بنات، هي عينك يا رويال. أشوف ما أشوفه، ما طلع لي. أصبري دوبي كتبتها، يبغى وقت تحدث. لا حدثها كذا، نزل الشاشة على تحت. إني فعلت والله. ها أبصري والله إني بصرت. ماشي طلعت ولا لا؟ لا والله أنا الثقيل اللي حضوري غنيمة، وأنا الوحيد اللي ما 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 مش ما حد درى والله إنك كو. والله ما كو اللي أنت يا المخولة. قسم بالله تخلوها مر حضوره هيبة. وش هيبة؟ علي الطلاق إني ونعم وإني صليب راس. يقولون الدمام بدون اكسجين. هنية 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 يا وصخين. دقيقة ايش كتبت انت؟ ما طلع لي. انت كتبت ليه كاتب لمدة اسبوع؟ انت قلتيها. انا قلت لك تخليها لمدة اسبوع، انت تستهبل. ها تبغى تعابط حلو. لا والله انا ما عابط. انا اوكي 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 سعيد. انت ما حددت، انت ما حددت يا كمية، ما حددت يا كمية. أنا قلت لك لمدة أسبوع. طيب وأنا كتبت إلاف الزهراني لمدة أسبوع. خلاص أنا يمسح لمدة أسبوع والله ما يحصل لك. طيب أنا أخليها قبل ما أقفل أغطشها. وليش تبغى تلعب معي مرة ثانية؟ ألعب جولة دخل عندي داعم. أنا ألعب جولة ولا طفر. لو سمحت ما تتكلم على داعميني، ممكن تنطم ولا برم ولا برم. ممكن تقفل فمك ما تتكلم على مدام دم تتحكى لغات يا ما تتكلم على داعميني. علقت وربي سكار يا عيالك فوق كبسوا دخيلكم. يلا اخر جولة سعيد يا اخي، ليه ما نلعب رباعي؟ باوك والله، بس انت شايفه والله انا ما عندي مستوى والله. يا اخي عادي يا اخي عادي نلعب و نطيح في واحد احكام هذا ما عاد شو اسوي؟ انت نفذ عني، انت رجال تتحمل عادي. خذها كلها انت في وجهك. ايوه ولا مني قلت لها والله منجح جلدك الا بالجنبيه تضيق الشيطان. ابصمي جني والضيعة ابصمي. بصمت فاغله 24 ساعه. والله يا سعيد انا لي كم مسرت انا زي الناس. تبغين ترقدين؟ اقسم بالله يا اخي ما اقدر ترقدين؟ ما اقدر انام يا اخي، عندي شغل. ليش؟ عندي اي والله يعني ان كان ارق انا عندي علاج جربته انا والله العظيم يعني ونعم العلاج هذا والله قسم بالله.
اليوم بنتي انا بتنبت الساعة 6، تخيلي جلست عشان لارين ما ابغاها تنام عشان اعدل نومي. تبصمي يا شيطان، حتى انا فقرت معك. والله تخيلوا جالسين الساعة 6 طيب، ونمت لين الساعة 9 صحيت. الدبل يا عيال، الدبل الدبل يا رب، الدبل الدبل يا اخي الدبل. واه والله الوضع مرة مدحدر اليوم. يلا يا ربي انك تنصرني عليها. يلا يا ربي سيدي، يلا نروح جاكو. والله تم. جدد هناك والله هي اسمع بالله. ما في رباعي هناك صح؟ ما في رباعي. لا يا اخي هناك المشكله يا اخي، انا محب الناس تدخل معاي. والله هناك والله فله، هناك نسبه 50% والله، هني 30 ما تاخذ الطفسه، الحتاته تاخذ الحتاته. شفت النظام الجديد يقولون راح يصيرون يعطونا احنا 60%. والله ما تشوف، والله ما تشوفينا، والله ما تشوفينا، والله والله ما تشوفينا قسما بالله. والله يقولون، والله ما ادري. ميثم الله يجعلني فداك يا ميثم. لارين السبب من نوني، الله يسامحك يا نوني، عشان هي ارسلت لهم السماعة. وما علمت حاجة؟ ها؟ علمت شيء؟ تبلك وخلاص، عندك جوالك اكتبي لي. اصبري يا ولد يا ربع الجولة. نهي، لبى ابوك يا نهي، ابو تركي تخيلكم شدوا يا تخيلكم. خالد يا خالد، الله يجعلني فداك. اسمها نهى حليله تي ار. الله يجعلني فداكم. اي أيوة والله كفح الضمان الشيطان، كفح الضمان كله. انا دخيلكم الجوله، لا تروح امانه. الله بنيده، انتم قلبكم يطاوعكم اني انا قاعده اخسر اخسر اخسر. يا مسلمين، انا ولد عمكم، انا دخيلكم، تحاوشوا. روح جيبي لي السلطه، مو السلطه هذا شو اسمه. انا اقول اتكلم هنا ما ترد علي، مشكله وشو؟ طيب قفلي. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، تكفون. لا منادي يا منادي، اوه يا قلبي، اوه يا قلبي. حي انور، حي عينك يا انور، الله يسعدك يا انور. تي ار، ميثم، السو. هلا هلا، بنتقابل في جاكو. ها في جاكو. ها اقول تعال تعال تعال، ما بروح في الحين جاكو، في الحين جاكو، بنتراي هنا كاي. شوف سعيد تبغى. يا ما شاء الله تبارك الرحمن، يا ما شاء الله تبارك الله، بالعافيه. الله الله يهنيك ان شاء الله، الله يهنيك ان شاء الله بالعافيه. لا عاد تبدين بالكي كذي يا ملوحه، ينتفونك بوحده ولا انت منقعله على وجهك. ها ولا عاد تبدين بالكيك كذا، يعطونك واحدة ولا انت ملخلخة قدك ما تستادين يا شيطان. لا لا ان شاء الله، اللي عندي كلهم عيونهم مليانة. اشي ما شاء الله موز، واشي رمان، واشي فركس. شوف انا اذا افتكيت منك انت، انا اعرف ان اموري بخير. اشوف بالله. ها وش بك؟ كني طعم الموز.
غدو خذ لك من ابو قالب ريال موز. خلاص خلاص بالعافيه. الحكم الاول خلينا نفلح جاكو يا بتحت عود من الشيطان. يا اخي جاكو يا اخي ما في رباعي. هذا هواك. انا بقفل بروح على جاكو والله. خلاص اسمحيني تمر انا ولد عمك استحي من الله افلح. ورب كعبه ما اسمحك والداعمين اللي عندي. هيا نشديهم، إذا واحد منهم قال لا تسامحينا أنا مستعد أنف، هيا نشديهم وجهال. الدعم ترى يدعم من دقيقة أنت أنت سامحتاني؟ والله ما سامحتاني. يا شياطي. الحكم الأول. الله يكثر خيرك يا منادي ونهي خالد أم محمد مقدام. جيش المكبسين ومشيلين الله يجعلني فداكم ما قصرتوا والله فدا. اعطوني احكام. تحط صورتي عندك في سناب وتكتب عليها شيخة الشيخات مع التاج حقي. بغيت اجيب العيد. والله ما تجيب من عيونك. شوفي السلام بسرعة. صورت بغلط معلش. فعلها والله لا فعلها والله. الحكم الثاني ها. تشيل الشماغ لمدة جولة كاملة. والثالث تجلس كذا. الثالث الحكم الثالث خلاص من الزغيد خلاص. عد بالله من الشيطان. الحكم الثالث انت الحين رياضي طيب تشيل كفرة وتسوي بوشب. اسمه بوشب ولا ايش؟ سكوات. تسوي سكوات 5 مرات. كيف يعني سكوات دي؟ شنو دي؟ هذا اللي انت تشيله زي كذا تكون واقف وتجلس وتقوم تجلس وتقوم. اقعد يعني؟ اي قاعد دود وعقارب سود ان شاء الله. الكفرة ما 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 عيني والله السيارة بعيد. لكن ايش اسمه باخذ الكرسي ينفع؟ الكرسي ذا الداهية كله. خلاص اخذها حصانة. هي نفسي قسما بالله انها نفسي. انت لو كان واحد ياكل ايش؟ قلت نفسك. خلاص خلاص شوف لنا 4 خلينا نفتح صفحة جديدة ونحن عيال عم. عد بالله من الشيطان. لو رب كعبة. هو ايش حصانة حصانة. خذي خذي حصان خذي يلا.